زاد حيفا مصر. في رمزية لمشهد سقوط حي الخالدية في حمص بيد قوات النظام، عرض إعلام النظام مشاهد لقواته وهي تدخل إلى مسجد خالد بن الوليد، المعلم الأبرز في الحي الذي يعد معقل الثورة السورية ومهد انطلاقتها. المسجد يبدو اليوم مدمرا كما هي الحال بالنسبة لأدق تفاصيل الحي. قوات النظام وحدها من يتحرك في المكان بعد أن رحلت الحياة عنه، وبعدما كان يوما يعج بالحياة، إذ يقدر عدد سكانه بأكثر من 90,000. يبدو أن معظمهم نزح إلى أماكن أكثر أمنا. رائحة الموت وطلقات القناصة تقض مضاجع الصمت الذي يلف المكان. هنا كان المقاتلون يتحركون خلف قطاع من قماش في محاولة بدائية لتفادي الغنص. في قلب الخراب ما زالت هذه اللوحة تطل على مشهد الموت، حيث استبيحت خصوصية اللوحة كما المكان بعد أن كانت حصرا على قاطني بقايا هذا المنزل الذي لا يعرف مصير سكانه بعد. كل ما تبقى هنا حطام النوافذ والمنازل المحترقة التي تطل على الدمار، باستثناء هؤلاء الذين أصبحوا السمة الغالبة على المكان. لم يتبقى من هذا الفناء الذي كان يوما مدرسة سوى مرمى الهدف. في نافذة الخراب ثمة نور يقود إلى شعارات ترمز إلى من كانوا في الموقع، وشاهد على حقبة من الزمن عاشها حي الخالدية. راشد العيد، العربية.